I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. الشباك الإيرانية لأن يعلن عن الهدف الأول لمصلحة منتخب أندونيسيا. هنا في خطيرة في هذه اللحظات، لكن الكرة تتخلص، يتم إبعادها بالتالي عادت من جديد لمصلحة المنتخب.
الاندونيسي. منتخب اندونيسيا يقدم مباراة كبيرة، يقدم حضور كبير، يقدم صورة كبيرة تخشى بل ستخشى من كل الفرق ومن كل المنتخبات الموجودة في هذه المسابقة. إلى الأمام تصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. نعم، في مثل هكذا مباريات أنت تقدم أو عندما تقدم العطاءات الكبيرة بهذه العطاءات تقوم بإرسال عدة رسائل للفرق الأخرى الموجودة في ذات المجموعة. 2002 النسخة 11 كانت في اليابان في 2004 والثانية عشرة في أندونيسيا أو في سنغافورة عفوا في 2006 بعد ذلك في أوزباكستان. تصويبة من مكان بعيد لكن حارس المرمى يتواجد في المكان المناسب. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you're hurt. شاهد معي عزيز المتابع الكرات التي تلعب بهذه الأبانية هنالك في اليابان. يوم الخسارة كانت 1-11 أمام المنتخب الياباني. أمام المنتخب الياباني تصويب لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية كما تحدث. أول مشاركة لمنتخب أندونيسيا كانت في نسخة 86 وهو في لائحة المنتخب الأندونيسي. بسرعة وبقوة يجتاز المنتخب الأندونيسي بالسرعة وبالقوة وباللياقة البدنية العالية. الكرة ملعوبة إلى الأمام لمصلحة المنتخب الإيراني لكن تتخلص. يتم إبعاد الكرة الماضية. تصويب الله تصويب عادت من جديد. تبقى خطيرة لكن صافرة موجودة. المساعد الثاني سيد جين هو. جين هو هو من أشار إلى وجود حالة تسلل. لاحظنا التصويب من جانب يونس ديلفي. تصويب قوية في الكرة الماضية. حارس المرمى كان في الموعد في إبعادة وفي إنقاذ في الجهة اليمنى. بعد ذلك محاولة المرور. هنا الكرة الماضية التي مرت التي عبرت والتي كانت قريبة من أن تسجل من أن تصل إلى الشباك في الكرة وفي المحاولة الماضية. كرة ترسل كعرضية لكنها تخلص بالرأس. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا الأكارم أينما كنتم أين بالنسبة للمنتخب الإيراني صاحب البطولة الوحيدة في عام 2008 وصف في مرتين الكرة تصور لكنها شاركت في التصفيات. بقي عزيز المتابع الحديث هنا عن المنتخبات بالإضافة إلى أصحاب المراكز الست. أصحاب المراكز الثانية عفوا من المجموعات العشر. نعم بهذه الوضعية أفضل ثواني من المجموعات أو أفضل ست ثواني إحداها هذه المباراة مباراة المنتخب الإيراني والأندونيسي أو الأندونيسي وكذلك المباراة الأخرى بين المنتخب العماني والمنتخب اليمني. تلك المباراة التي تسجل تتخلص. لو عدت الكرة الماضية من المدافع لسكنت الشباك. انطلاقة إلى الأمام. سلطان يتقدم وضع جسده بالطريقة المثالية. انطلاقة أمامية في هذه اللحظات. كان خالي جدا ويرحب بالكرة يرحب بالزائرين يرحب
الذي كان يرحب بالزائرين، لكن أين الزائرون؟ ترسل إلى الأمام في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الله على قوة استخدمت. لا وجود لأي سعادة تذكر ولا وجود لأي نهاية تروى ويحكى عنها في هذه المباراة، بل كل الرعونة وكل الاستعجال كان الكرة القادمة من هذا المكان تكون قربها، مدى قربها، مدى خطورتها التي شكلت كثيرا الكرة القادمة في أي لحظة من لحظات المباراة. حتى 16 سنة البطولة المؤدية كما تعلم إلى بطولة تلعب الكرة إلى الأمام بهذه الصورة، لكن إلى خارج أرضية الملعب. يا سلام على الكرة رائعة جدا لعبت بهذه الطريقة، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الأندلسي. كاس آسيا تحت 16 سنة البطولة المؤدية كما تعلم إلى بطولة كاس